السلام عليكم وأهلا بكم. بنكمل مع بعض سلسلة حل امتحانات المحافظات منهج أولى إعدادي، ومعانا النهاردة محافظة الفيوم إدارة يوسف الصديق التعليمية. هسيب لكم في صندوق الوصف أسفل الفيديو قائمة تشغيل فيها حل امتحانات المحافظات من كتاب المعاصر A Week is Enough، ومعانا النهاردة صفحة 76. السؤال الأول زي ما تعودنا بيجي لسن، يفضل اسمع الاول السؤال ولا اقرا الاول الاسئله والاجابه؟ لا، اقرا الاول الاسئله والاجابه لغايه الماستر لما يجي يقول نص الاستماع اكون عارف الفكره بتاعت الاسئله. Listen and choose the correct answer from A, B, C or D. استمع واختار الاجابه الصحيحه من الاربع اختيارات. سوها is not years old. هل عندها 3 3 سنوات، 30 30، 13 13، 23 23. سوها goes to school by. سوها بتروح المدرسة بواسطة بايك الدراجة، بلين الطائرة، كار السيارة، باص الأتوبيس. سوها is a not student. هي طالبة ايه؟ fast سريعة، clever شاطرة، lazy كسولة، بقت سيئة. سوها has computer studies. سوها عندها حاسب آلي. not a week. once a week مرة في الأسبوع. three times a week ثلاث مرات في الأسبوع. four times a week أربع مرات في الأسبوع. twice a week مرتين في الأسبوع. نسمع نص الاستماع ونبدأ إيه نحل ونسمع بتركيز. سواء is a clever student يبقى هنا قال لي clever. يا مستر مش شرط تجيب لي نص الاستماع إجابة السؤال الأول التاني، لا طبعا، فعشان كده يفضل إن إحنا نقراه عشان ما نقعدش ندور على السؤال وإجابته أو ننسى. she is 13 years old. 13 هي عندها 13 سنة. she always goes to school by bus. يبقى بتروح بإيه؟ بالأتوبيس. she likes playing computer games. she has computer studies twice a week. twice a week يبقى عندها كم مرة؟ حاسب آلي مرتين في الأسبوع. ده بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني محادثة. complete the following dialogue. اكمل المحادثة الآتية. أنس is asking أحمد about his holiday. أنس بيسأل أحمد عن أجازته. هاي أحمد، أهلا يا أحمد. How was your holiday؟ كيف كانت أجازتك؟ هاي أنس، it was great. كانت عظيمة. thanks، شكرا. Where did you go؟ I not to France، يبقى I went. يبقى أين ذهبت؟ ذهبت إلى فرنسا. يبقى did you go تحول إلى went في الإجابة في الماضي. Did you not the Eiffel Tower؟ Did you visit مثلا؟ هل زرت برج إيفل؟ قال له yes I did. Did you enjoy your time there؟ هل تمتعت بوقتك هناك؟ قال له no I didn't. لا، because I not very ill. because I was. عشان انا كنت مريض، احطها في الماضي طبعا عشان didn't. قال له نقط. Did you come home؟ I came home. نقط Sunday. يبقى when. رجعت امتى يا ترى؟ قال له I came home on Sunday. رجعت يوم الحد قبل ايام الاسبوع on. لما بسأل بالوقت بسأل بوين او what time، فالاجابة تكون وقت. السؤال الثالث قطع عليها مجموعة من الاسئلة. most people معظم الناس have three meals every day. عندهم ثلاث وجبات كل يوم. breakfast lunch and dinner فطار وغدا وعشاء. but in fact ولكن في الحقيقة. most of them معظمهم اللي هو معظم الناس عايدة على الميني بيبول. don't care about what they should eat for each meal. مش بيهتموا عن اللي المفروض ياكلوه لكل وجبة. doctors الأطباء say that بيقولوا healthy food الطعام الصحي is very vital حاجة حيوية حاجة فعالة جدا. and people should eat lots of fruits وينبغي على الناس أن يأكلوا الكثير من الفواكه. and vegetables والخضروات. people should not eat too many cakes وكمان لازم الناس ما يأكلوش كيكس كتير. doctors advise people ينصح الأطباء الناس to drink a lot of water يشربوا الكثير من الماء. and milk واللبن every day كل يوم. and not to have too many sugar drinks وما يشربوش مشروبات فيها سكريات كتير. to keep healthy لكي تحافظ على الصحة doctors advise people ينصح الأطباء الناس. not to stay at home ما يقعدوش في البيت all the time طول الوقت. they should go for walks لازم يتمشوا. do exercise يعملوا تمارين or practice any sport أو يمارسوا أي هواية أو أي رياضة. السؤال الأول give a suitable title for the passage يعني ادي عنوان مناسب للقطعة. ممكن نقول healthy life الحياة الصحية. ممكن نقول كمان how to keep healthy.
او ممكن بي هيلثي. ده صح وده صح وده صح. اهم حاجه عنوان يشمل القطع. Why do you think people should eat lots of fruits and vegetables؟ ليه بتعتقد ان الناس ينبغي ان ياكلوا الكثير من الخضروات and الفواكه؟ ممكن نقول because fruits and vegetables are healthy and they are good for us أو good for people لينا أو حتى للناس. يبقى أن الفواكه والخضروات هي صحية ومفيدة جدا للناس. What do doctors always people advise people not to do؟ يعني الدكاترة بينصحوا الناس ما يعملوش إيه؟ ما يأكلوش مثلا كيكة كتير، مش كده بس، ما يشربوش مشروبات فيها سكريات كتير، ما يقعدوش في البيت كتير. يبقى دكتورز حاجة واحدة بس نكتبوها advise people not to stay at home، ما يقعدوش في البيت all the time، ما يقعدوش في البيت طول الوقت. The underlined word them refers to them، عايد عليه على people الناس. نقط people care about food. هنا قال لي في القطعة كتير من الناس مش بيهتموا بالطعام، يبقى القليل من الناس هنا شال النفي، يبقى few people. ما ينفعش اقول كل او a lot of، كثير من ولا نو، لا يبقى few people. دي بتساوي في القطعة not many people. The underlined word vital. vital بمعنى important، يعني هام أو حيوي. السؤال الرابع choose، اختار. We play no together on Saturday. احنا بنلعب chess، شطرنج، مفيش غيرها، مينفعش subject، مادة، cheese، جبنة، play ground، ملعب. بنلعب شطرنج معا يوم الأحد. The no rings at the end of the lesson. يبقى الجرس بيرن في نهاية الحصة، يبقى the bell بمعنى الجرس. Things which are not make you feel frightened. الأشياء إيه بتخليك خائف؟ أكيد scary، الأشياء المخيفة. Not on the icon on your laptop. يبقى click on، اضغط على الأيقونة اللي في اللابتوب بتاعك. We went to سيوة، ذهبنا إلى سيوة. And slept in a not in a mountain. ونمنا فين؟ في الجبل، أكيد كيف، في الكهف. ما ينفعش view بمعنى منظر، river، نهر، بارك، حديقة. نمنا في الكهف. We shouldn't have a lot of not drinks. أكيد في the drinks، المفروض لا تتناول الكثير من المشروبات الغازية. We use the not to make water hot. بنستخدم إيه عشان نخلي المية سخنة؟ الكاتل، الغلاية. This is the not bowl. عايز أقول دي call it إيه؟ الأطفال، يبقى children's. ده اسم جامع بس هو جامع شاذ. أصل الكلمة children، أصل الكلمة إيه؟ children. فلما عاوز احط الملكية احط ابوستروفي اس عادي خالص. طب لو هي اخرها اس احط ابوستروفي بس. طارق اند نقط كازن وينت تو ذا بارك. عايز اقول طارق ونقط راحوا الى ايه؟ الحديقة. وابن عمه مثلا، مفيش غير هيس، عشان هير ابن عمها، اللي انا بكلمها على طارق، ولا هم ده ضمير مفعول ولا هي ده ضمير فاعل. يبقى هيس كازن صفة ملكية. اي نقط جوت براون هير. I be معه hasn't أو haven't. لا طبعا haven't. I haven't got brown hair. يبقى got be معه has أو have. طب مع I have، we have، you have، they have. طب he شو it، كنا قلنا hasn't بقى. يبقى I haven't got، أنا ما عنديش شعر لونه بني. السؤال الخامس are you use a tablet. are you using، هل أنت بتستخدم التابلت؟ مضارع مستمر am or is are وال ing. did you in Alexandria last week. هقول له where you، هل كنت في اسكندريه الاسبوع اللي فات يا مستر؟ طب ما last ده ماضي. جميل، last ده ماضي، بستخدم did لما الاقي فعل ثم فعل في المصدر. did you do مثلا، did you play، لكن where بمعنى هل كنت، مش محتاج خالص فعل تاني. they have too enough sugar. لا too much sugar، في كثير من السكر. in them. he never playing. لا please ده مضارع بسيط مع هي وشو ات، بحط الفعل اس او اي اس او اي اس. عرفنا منين؟ من نيفر، بيعبر عن عاده.
السؤال السادس، اكتب موضوع من 80 كلمة عن هوليديز الأجازات. قلنا العنوان في نص السطر بناء على علامات تنصيص، هسيب مسافة في أول سطر، الحرف الأول في بداية كل جملة كابيتال، في نهاية كل جملة فلوس ستوب. وإن شاء الله هنزل فيديو شرح الباراجرافات بالتفصيل، وبكده يبقى حلنا الامتحان رقم 14، ونتقابل إن شاء الله في باقي امتحانات المحافظات. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.